احنا ندخل بالاسبوع الثالث من التماس. لغاية هذه اللحظة لم يستطع الكيان تجاوز مناطق التماس التي وعد بها وايضا الوصول الى الليطاني. يعني هذا الامر عندما تحشت 6 فرق واربع انوية مستقلة وعدد من افواج القوات الخاصة وكل فرقة من هذه الفرقة بها لواءين او 3 انوية دبابات. يعني ايش قد مشاركين سيادة الفريق بهذا؟ هو جيش الكيان بكامله، يعني 6 فرق، كل جيش عدا فرقة واحدة فقط في غزة. كل جيش الكيان الان مشارك باحتياطاته بقدماته مختلفة في الخلف، زائدا 6 فرق بالمقدمة، ولم يتمكن من القيام بإدامة التماس لمسافة 4 أو 5 كيلومتر. لم يصل إلى المرتفعات في القمم. لهذا يعني هذا الفشل البري الرهيب، بالرغم من وجود 150 طائرة فقط في جبهة إسناد حزب الله، فقط هذه الجبهة 150 طائرة، وهي ربما دول لا تمتلكها، وهي طائرات متقدمة، مع وجود ضخ بالذخائر الثقيلة، يعني جعلت حتى من مخازن الولايات المتحدة يعني لا تستطيع تلبية احتياجات هذا الكيان بسبب كميات القصف الهائلة التي تجري على الأرض وفي المدن. إذا احنا أمام مشهد جديد الحقيقة. هذا المشهد جعل هذا الكيان في موقف وفي موقع دفاع الآن في كل الأماكن هو يخسر. شفنا احنا العمليات اللي جرت خلال 72 ساعة في بيت لاهية، بيت حانون، وجباليا، في منطقة جباليا الصغيرة وهي أحياء سكنية، يعني ليست هذه الفرقة بكاملها فقدت آمر اللواء، فقدت عدد من قيادات أركانة في ضربات في محيط جباليا التي قام بتدمير يعني شامل لهذه المدينة، وقتل وارتكب مجازر مدنية تعويضا لخسائره في هذه المنطقة لإثارة الرعب. مع هذا فشل في هذه المنطقة الصغيرة. إذا تحولنا إلى جنوب لبنان، ليس فقط الخسائر البشرية والدبابات اللي يعني يخسرها الكيان في هذا المكان، خسارته الكبيرة هو أن هدف الحرب هو هدف بسيط أمام هذا الحشد الهائل الضخم من القوات البرية اللي حصلت على طول الحدود وفي مناطق يعني يمكن أي جيش يحققها بسهولة إذا امتلك ربع إمكانيات ما يمتلكه هذا الكيان.